هل لديهم إمكانات للتوصل إلى إحداث هكذا أمور يعني كبيرة؟ يعني أن تأتي إلى مدينة وتحركها هذا أمر كبير، أو تعمل يعني فيضان أو تسونامي أو كذا. أولا الإمكانيات هي تستدرج الهيجان الطبيعي ليوظف هذا التخريب باتجاه معين، فلربما لم تضرب هذه الموجات لكانت أمورها قد كانت تسير بشكل طبيعي بالبراكين كما اعتادت بآلاف السنين الماضية. ولكن أن تستدرج شحنة معينة بموجة تستسلبها باتجاه معين تفرغ بالصخور النارية التي تعلو البراكين وتكون آخر نقطة في أدنى الجبال الصخرية، فبالتالي هنا تأتي عملية الشرخ في هذه الصخور والتي تؤدي إلى الاهتزاز العالي والذي يتصاعد إلى أن يحصل إلى زلزال أو فيضان. هم يحاولوا أن يستعملوا هذه الموجات بآلاف مؤلفة من الترددات التي هم يجربوا فيها، لأنهم لا يستطيعوا أن يعرفوا في هذه اللحظة كيف تكون الحركة البركانية وهل هناك موجات فعليا تمر ليستدرجوها أم لا، فبالتالي هم يجربوا ويجربوا حتى يخرجوا ويضيقوا عملية البحث بأنها هذه المنطقة قابلة أن يكون فيها، فبالتالي ممكن ضربها، إلى جانب أنه لا يمكن تجربتها في أي مكان، يجب أن تكون المنطقة جيولوجيا ملائمة تحتها براكين أن تستدرج هذه الموجة بموجة معاكسة، يعني مثل ما بيصير في الغيم وقت الشتاء، تدخل موجب مع سالب يدخلوا ويعملوا تكثف الغيوم. هذه نفس الفكرة، ولكن المشكلة وين؟ أنه لا يعلم ما هو حجم الاهتزاز، لا يعلم أين سينتهي الاهتزاز، ولا يعلم الكارثة، والأهم أنه لا يعلم أن هذه الموجة لها ارتدادات أم لا.